تجدد المواجهات بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثي والمخلوع من جهة أخرى، غرباء معسكري التشريفات وجولات القصر شرقي مدينة تعز. ميليشيات الانقلاب تواصل قصف الأحياء السكنية في مدينة تعز واستشهاد مدني وإصابة آخرين في سقوط قذيفة أطلقتها الميليشيات على حي الشماسي وسط المدينة بعد يوم من استشهاد مدنيين وإصابة 5 آخرين في قصف حوثي مماثل. قوات الجيش الوطني تتمكن من التقدم والسيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية في منطقة ذباب في باب المندب غربي محافظة تعز. قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل الحسن يقول لصحيفة الشرق الأوسط إن التحالف العربي قدم أسلحة نوعية وحديثة مؤخرا لمساعدة الجيش الوطني في عمليات التقدم باتجاه عدد من المناطق في محافظة تعز. محافظ محافظة سعد الشيخ هادي طرشان الوائلي يعلن سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على الخط الواصل بين محافظتي سعد والجوف وقطع إمداد الميليشيات المتواجدة في مديرية اليتامى. مقاتلات التحالف العربي تقصف تجمعات وآليات لميليشيات الانقلاب في معسكر الجميمة وشوكان بمديرية بن حشيش وفي مديرية الحيمة الداخلية على خط صنعاء الحديدة وعلى مواقع للدفاع الجوي في جبل نبي شعيب بمديرية بني مطر. قوات الجيش والمقاومة تواصل تقدمها غرب محافظة شبوة وتحرر السلسلة الجبلية في منطقة الساق المطلة على وادي بيحان. ومصدر طبي بمأرب يعلن استشهاد القيادي في الجيش العميد سيف المرادي متأثرا بإصابته قبل أيام في مواجهة ببيحان. الله ينصرهم. طلاب قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الآداب بجامعة الحديدة ينظمون وقفة تضامنية مع زميلهم منصور الدبعي الذي حرمته ميليشيات الحوثي من دخول الامتحانات بسبب منشور له على صفحة الفيسبوك.